السلام عليكم، مرحبا بكم أيها المتابعين، كيف حالكم؟ أتمنى من الله أن تكونوا بخير وألف خير. اليوم إن شاء الله أتيت لكم بطريقة لزيادة المتابعين على حسابك في إنستغرام أو أي شيء كنت تريده، سواء متابعين أو إعجابات. إذن دعونا أول شيء نتعرف على هذا الموقع. هذا الموقع إخوتي لقد سبق وشرحت لكم أحد المواقع التي يمكنك من خلالها زيادة المتابعين والإعجابات على حسابك أو على البوست الخاص بك في إنستغرام. كذلك قلت لكم أنني سوف أريكم طريقة أخرى لزيادة المتابعين على تويتر، عفوا على تيك توك، وسوف أشرح لكم إن شاء الله. إذن إخوتي، بعدما نقوم بالتسجيل في هذا الموقع، كل ما عليك فعله هو الضغط من هنا في الريجستري، ثم قم بالتسجيل عن طريق الإيميل الخاص بك، وسوف تحصل على حوالي 200 نقطة. وكما ترون تضع الإيميل هنا، تختار كلمة سر، ثم تضع كلمة سر مرة أخرى، ثم تقوم بالتعليم عن هذه الكابتشا، ثم تقوم بالتسجيل. بعد ذلك ستقوم بالتسجيل. إذا نضغط على كلمة لوجين حتى نستطيع الدخول إلى حسابي. هذا الحساب إخوتي قمت بإنشائه البارحة، وحتى لا أطيل عليكم في الفيديو ونختصر الوقت، إذا هنا في الجهة اليسرى نجد أنه يوجد العديد من المواقع، مثلا تيك توك، إنستغرام، تويتر، يوتيوب، بنترست، ساوند كلود، الكثير والكثير من المواقع، حتى من ريديت موجودة والتليجرام. إذا كما قلت لكم، ما يهمنا نحن هو نريد زيادة الخاصة بالإنستغرام. نحاول البحث على إنستغرام هنا. ها هي إخوتي إنستغرام، يمكنك زيادة اللايكات كذلك الفولورز. إذا سوف نضغط على سبيل المثال الفولورز، شاهدوا معي إخوتي، سنضغط على أوديت من هنا. هنا سيطلب مني اليوزر نيم، أظن أن اليوزر نيم هذا هو اليوزر نيم كما ترون هكذا، ثم نقوم بوضع اليوزر نيم هنا. هنا يمكنك عمل هل تريدهم من جميع دول العالم أم من دولة واحدة. كما ترون، إذا كنت تريدهم من الجزائر أو من المغرب، يمكنك اختيار الدول من هنا عن طريق التعليم عليهم، أو جعلهم يأتوك من جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال أنا من جميع أنحاء العالم. وكما ترون هذا الموقع إخوتي، فهو يطلب منك الشراء عن طريق الفيزا والماستر كارد، وهنا يقدم لنا كما قلنا 200 نقطة، ويمكنك إرسال هذا الرابط لأحد أصدقائك حتى يقوم بالتسجيل منه، وبعد ذلك تحصل أنت على 300 نقطة وهكذا. إذا إخوتي، نقوم فقط بعمل سيف شانج من هنا هكذا. حسنا، الآن تمت إضافة الحملة الخاصة بي، وسوف تبدأ تأتيني الفولورز. إذا كنت يا أخي أو أختي يعني لست متسرع، فأنا أنصحك نصيحة، هي أن تحصل على هذه الفولورز تكون مستهدفة. يعني كما قلت لك في البداية، يمكنك اختيارهم يعني مثلا من دول تكون مستهدفة. كما قلت لك، يمكنك عندما تقوم بإنشاء أشخاص تضغط على أدد من هنا أو من هنا، كل ما عليك فعله هو أن تختارهم يكونوا مستهدفين، وهي عن طريق اختيار من هنا، مثلا من الجزائر، من المغرب، من تونس. لماذا؟ حتى لا يختفوا مع مرور الوقت. سننتظر هل ستأتينا المشاركة الفولورز أم لا. وكما ترون إخوتي، بدأت الآن تأتينا المتابعين، لاحظوا 2. سننتظر قليل كما ترون، 5 6، لاحظوا معي، انظروا كيف زادت. لا مشكلة، سوف ننتظر حتى نتذكر معي هذا العدد. إذا حتى نقوم بجمع الفولورز مجانا، كما قلت لكم يا إخوتي، كل ما عليك فعله هو مثلا أن تختار مثلا الفيسبوك لايك إذا كنت تريد إنشاء يعني إعجاب لصفحات، وتأخذ أنت كذلك يعني بعض يعني من تلك النقاط، يمكنك جمعها من هنا. أنت تقوم يعني على سبيل المثال بعمل لايك لأشخاص، وهم كذلك يعملون لك يعني نفس الشيء.
يعملون لك الشيء الذي تطلبه سواء كان إعجاب أو يعني أي شيء كما ترونه مثلا هكذا. لاحظوا وسوف تزداد معي النقاط عادي، وهكذا أنت تبدأ في جمع النقاط. وكما قلت لكم إخوتي كل شيء أمام أعينكم، كما ترون المتابعين يزدادون هنا. سوف أقوم بعمل رفرش، تذكروا هنا يوجد 6. لاحظوا معي إخوتي، لاحظوا السرعة ما شاء الله أصبحت 9. يعني لأنني سوف أشرح لكم طريقة صراحة، يمكنك من خلال تلك الطريقة التي سوف أشرحها لكم هي زيادة، يعني أن تجعل حسابك يصبح يمكن أن يصل حتى 15,000 أو 12,000 في ظرف يعني 12 ساعة أو 24 ساعة. إذن إخوتي لمن يريدون التواصل معي، لا أعلم هذه أجنبية، حسنا هذا هو حسابي حسين بلوغ، ولكن عندي حساب آخر وهو سوف أحاول إخوتي هذا الحساب ليس لي فقط أشتغل به، عفوا إخوتي سأريكم حسابي الثاني. كما ترون هذا هو حسابي الثاني إخوتي حسين أربيطة، لا أدري لماذا لم يظهر. ها هو إخوتي، لأي استفسار أو أي شيء إخوتي يمكنكم التواصل معي، فهو حسين أربيطرا اسمه، ها هي صورتي. إذن إخوتي كما قلت لكم أتمنى من الله أن يكون قد أعجبكم هذا الفيديو. كذلك إخوتي رابط هذه المقالة ستجدونها في أسفل الفيديو، يمكنك الضغط على الوصف ثم سوف تجد رابط يأخذك مباشرة عندي، وبعد ذلك يمكنك الدخول إلى الموقع الخاص بي، ومن ثم يمكنك الدخول إلى هذا الموقع. وأما بالنسبة لشرح التسجيل فقد أريتكم، انظروا الآن أصبحت كما ترون إخوتي أصبحت 11 ما شاء الله، ولا زال العدد سوف يزداد إن شاء الله، سوف يزداد بشكل جميل. نفس الشيء أخي، سواء كان عندك صورة يمكنك زيادة لها اللايكات أو يعني أي شيء، مثلا ليس لدي صور، أنا فقط على الإنستغرام فقط لأشرح لكم، وهذا للشرح لكم فقط. إذا عملنا رفرش، لاحظوا النقاط بدأت تنزل، يمكنك جمع النقاط كما قلت لكم وتحويلها أو بيعها ليوم. ولكن أنصحك نصيحة أخي، إذا كنت مثلا تريد بيع مثلا كما تعلمون فإن متابعي الإنستغرام يعني ليسوا يعني يباعون يعني بسعر كبير، ليس يعني بأسعار رخيصة، فأنا أنصحك أخي عندما تحاول أن تبيع لشخص مثلا 1000 متابع، فأنا أنصحك أن تبيعه لهم يعني مستهدفين من الجزائر أو من المغرب، لأن كما تعلمون يوجد من يستعمل هذه الطريقة يعني لربح المال. فتخيل معي يا صديقي لو أرسلت إلى 3 أصدقائك يعني هذا الرابط هكذا، وأرسلته لهم وقاموا أصدقائك بالتسجيل من هذا الرابط هكذا، يعني عندما دخلوا يقومون بالتسجيل من ذلك الرابط الخاص بك رابط الإحالة، فسوف تحصل على 300 نقرة. نعم سوف تحصل على 300 نقطة، وأنت حصلت يعني على متابعين، ويمكنك بيعهم ويمكنك فعل بهم أي شيء. إذا إخوتي أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، انتظرونا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم، ولا تنسوا الاشتراك في